والحديث حول هذا الموضوع رحب بضيفي المستشار النفطي الدكتور محمد الصبان. أهلا بك دكتور محمد. في البداية، كيف تابعت زيادة حجم الإنتاج للمملكة خلال يوليو؟ هل كانت أحد أسباب تراجع النفط تعتقد؟ لا، في الواقع الزيادة في الإنتاج المملكة كان يتماشى مع حصتها في إطار تحالف أوبك بلس، بالرغم من الانخفاض الذي حدث، وهو الانخفاض الهامشي الذي لم يزد عن 100,000 برميل يوميا، وبالتالي حصة المملكة تبقى في حدود 11 مليون برميل يوميا، وبالتالي الزيادة هي زيادة في الصادرات. لا ننسى أن حصة أي دولة تشمل الاستهلاك المحلي زائدا ما تصدره إلى الدول الأخرى، فزيادة الصادرات في الوقت الذي بقي مستوى الاستهلاك المحلي عند نفس المستوى لا يعني أبدا أن هنالك زيادة من أجل زيادة إيرادات المملكة نتيجة لانخفاض أسعار النفط. جيد، لكن أوبك بلس دكتور يعني قررت تخفيض حجم إنتاجها من النفط، نصيب المملكة من التخفيضات كيف سيكون؟ نصيب المملكة هامشي جدا، نصيبها من التخفيض بدلا من 11 مليون برميل يوميا انخفض إلى 10 مليون و 800 ألف برميل يوميا، أو أكثر من ذلك، يعني أقل من 200 ألف التي تم احتسابها، وبالتالي فالانخفاض 100,000 برميل لم يؤثر بشكل كبير، بالرغم من أن حصة المملكة في إجمالي التخفيض أو الزيادة في الإنتاج هي الأعلى بين بقية دول تحالف أوبك بلس هي وروسيا، لكن في نفس الوقت نتيجة لعدم قدرة بعض الدول في التحالف على زيادة الإنتاج، فإن هنالك نقص في إنتاج التحالف يقدر بحوالي 2 مليون برميل يوميا، وبالتالي المملكة العربية السعودية تخفيض حصتها كان هامشيا جدا. جيد، لكن هل تعتقد أن إنتاج المملكة من النفط خلال يوليو والذي اقترب من 11 مليون برميل قد يكون الأعلى خلال العام الجاري، أم أن فصل الشتاء قد يحمل مفاجآت في حجم الطلب؟ لا ننسى أن هنالك تقلبات شديدة، وهنالك بعض التوقعات غير المتفائلة بحدوث ركود عالمي، وأيضا وإن كانت هنالك انفراجة في الطلب العالمي على النفط في الصين نتيجة لإزاحة بعض القيود المفروضة على بعض المدن نتيجة لكوفيد 19، وأيضا لا ننسى أن هنالك ضبابية بالنسبة للركود بالذات في الولايات المتحدة، هنالك اعتراف من وزيرة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة هي في ركود ولكن ستتخلص منه تدريجيا. طبعا هذا أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير، وأثر على الأسهم وأثر على السلع الرئيسية من بينها النفط، لذلك نجد سعر النفط في حدود 90 دولار 95 دولار، وستستمر لفترة ريثما تظهر بوضوح مدى أو إمكانية أن يكون هنالك ركود أو يكون تعافي أسرع. يعني هنالك إجماع بين الاقتصاديين والنفطيين بأن الركود سيحدث. الفرق بين التوقعات هي في مسألة كم حجم الركود، وما هي المدة التي يستغرقها للتخلص من الركود، وما إذا كان الركود يشمل فقط الدول الصناعية أم بقية دول العالم. لكن في العموم هنالك توقعات غير متفائلة بالنسبة لأسواق النفط، وبالتالي نتيجة لهذه قد تلجأ الأوبك عكس ما تذكرونه حفظك الله أخي محمد، قد تلجأ إلى تخفيض إنتاجها في الأشهر القادمة، بالرغم
من الزيادة المتوقعة في الشتاء على النفط. صحيح، لكن دكتور يعني وفقا بما تفضلت به التوقعات الغير متفائلة، هل هي نتيجة للأوضاع الجيوسياسية أم نتيجة للمضاربات النفطية التي تحدث في الأسعار؟ الاثنين في الواقع. هنالك إحجام من قبل المضاربين ومن قبل مجموعة المتحوطين عن العقود الآجلة، اعتقادا منهم أن الأسعار ستستمر في الانخفاض في الفترة القادمة، كما ذكرت نتيجة للضبابية الموجودة في الأسواق العالمية. ولكن أيضا التوترات الجيوسياسية بتأخذ الأسعار الاتجاه المعاكس، الحرب الأوكرانية، النقاش بين الصين والولايات المتحدة، كل هذه تؤثر في الأسعار إيجابا. لكن يبدو لي أن الضبابية وعدم التفاؤل يأخذان الأسعار نحو طريق الانخفاض البسيط كما نرى هذه الأيام. جيد، الدكتور محمد الصبان المستشار النفطي الدولي، شكرا جزيلا لك.